مساء الخير ومساء الفل على كل متابعينا في كل مكان، واول حلقات برنامجكم ساعة رياضة. قبل اي حاجة عايز اقول لحضراتكم وحشتوني جدا جدا جدا. يمكن بعد انتهاء السيزون الماضي من برنامج بكل روح رياضية كان لزمن علينا ان احنا نكون برضو مستجدين وفي ابديت وتحديثات اكثر في البرنامج. بشكر وكالة جوميديا على الفترة الماضية في برنامج بكل روح رياضية اللي اكمل المسيرة مع استاذ محمد رمضان، وبنبدأ سيزون جديد وعهد جديد في برنامج ساعة رياضة. طبعا كل شكر لوكالة ميديا لايف بكرة الاستاذ محمود العمري، وباذن الله تبقى حاجه مختلفه نقدر فيها كالعاده نكون مختلفين ونقدم شيء يكون حصري لجمهورنا اللي بيتابعنا من خلال شاشتنا الصحه والجمال او السوشيال ميديا. قبل اي حاجه عايز اقول لحضراتكم ان النهارده عندنا اخبار كثيره جدا. الرياضه المصريه مشتعله سواء على صعيد كره اليد او حتى على صعيد الكره المصريه، سواء بقى اهلي او زمالك او استعدادات القطبين للقاء القمه المقرر خلاص اقترب على الابواب يوم 24. يمكن كل هذه الاخبار، والنهارده تم طبعا عوده حميده بعد غياب الاستاذ هاني زاده بعد غياب فتره طويله جدا عضو مجلس اداره نادي الزمالك. عاد صباح اليوم الى مطار القاهره الدولي، وكان طبعا من ضمن الاخبار الجيده جدا اللي ساعدت الجمهور الزملكاوي بعد غياب طويل بسبب أحداث وبسبب ملفات شائكة. عاد المهندس هاني زادة إلى أرض الوطن بسلامة الله، طبعا بارك له العودة وبنقول له الحمد لله على السلامة. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت لقاء اليد امبارح سبورتنج والزمالك، وطبعا حزن كان عمم على قلوب كل الجمهور الزملكاوي بسبب أن عدم وجود شاشة رياضية سواء إذا كانت في مصر أو خارج مصر تدعم هذه البطولة القوية جدا ونهائي محترم ما بين فرقتين مصريين. سبورتنج بتقول انا موجوده عايزه تثبت وجودها، فريق مصري ايضا اصبح يحارب كوماندوز اليد في نادي الزمالك المكتسح الكره الافريقيه. بنشكر سبورتنج على هذا التواجد اللي شرف كل الكره المصريه واصبحت ند قوي امام عمالقه نادي الزمالك. طبعا الفريق رقم واحد في افريقيا، ثلاث بطولات متتاليه والبطوله يعني رقم 12 في تاريخ نادي الزمالك في كره اليد. فاذا نادي الزمالك اصبح رقم واحد في القاره الافريقيه، ده مش احنا بنقول، بالارقام في كره اليد. وامبارح الكره المصريه الحقيقه او كره اليد المصريه اثبتت انها ما زالت حتى الان تنجب اجيال جديده. طبعا الناس خافت بقى بعد حماده الروبي وبعد كابتن احمد الاحمر بقى لما يعتزل وبعد هذه الاسماء، اين ستذهب كره اليد المصريه؟ ولكن فاجئنا سبورتنج بتلعب فرقتين قدام بعض في نهائي شامبيون بالنسبه لكره اليد، ويكون الفرقتين طرفهم مصري، حاجة أكيد 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 رائعة جدا وكلنا سعدنا بيها بغض النظر على الانتماءات. ولكن بنشكر طبعا سبورتنج. اللي كان امبارح مشوق جدا في هذا اللقاء إن الناس كلها اتفرجت عليه عن طريق الفيسبوك. طبعا لما أقول حاجة زي كده وكأني بقول اتفرجوا عليه عن طريق قناة، ولكن للأسف هذه حقيقة. يعني الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عمل بث مباشر لهذا اللقاء عن طريق الفيسبوك، وكل الجمهور المصري بمختلف انتماءاته سواء إذا كان زملكاوي أو حتى اسكندراني، ولكن ما لقوش قناه للاسف الشديد تذيع هذا اللقاء، وكانت حاجه محزنه للاسف. الجميل في هذا اللقاء زي ما قلت لحضراتكم ان كان في اكثر من ريمونتادا. نادي الزمالك تاخر في البدايه وكانت الامور صعبه جدا، سبورتنج بدا بدايه قويه جدا، الجميع توقع ان هذا اللقاء سيذهب الى سبورتنج، وفي ريمونتادا مش طبيعيه في دقيقه واحده فقط يحول نادي الزمالك تاخره بفارق 3 اهداف في دقيقة، متخيلين الرقم؟ دقيقة واحدة يحرز الزمالك فيها 3 أهداف، ريمونتادا غير طبيعية يحولها من تأخره ب 25-28 إلى تعادل 28-28 ويذهبوا إلى الأشواط الإضافية. عندنا ملف كامل حول هذا الموضوع هنتكلم عليه في فقرتنا الثانية إن شاء الله ما يكون ضيفي العزيز الكابتن أحمد إبراهيم. النهاردة كان مفترض هيكون متواجد معايا كابتن أحمد أمين الناقد الرياضي الشرس والصديق العزيز، ولكن لظروف ما أخرته على موعد التصوير، وإن شاء الله بإذن الله يكون معايا في الحلقة القادمة بإذن الله، ويكون معنا أيضا في مداخلة هيوضح فيها كل الحقائق الخاصة بنادي الزمالك سواء عن صعيد كرة اليد أو أيضا التصريحات المشتعلة من رؤساء الأندية والأقطاب الكبيرة في الكرة المصرية، الأهلي والزمالك أو الزمالك وأهلي. طيب قبل ما أبدأ فقرتي الأخرى عايز أقول لكم أن المنتخب الأولمبي سريعا طبعا عشان ما نقولش ان احنا نتجاهل المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي حتى الان الاداء ليس على ما يرام. طبعا المنتخب الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب فاز على منتخب جنوب افريقيا بهدف لرمضان صبحي في الدقيقه 28،
وكان الاداء لا يرثى ليه. الحقيقه الكيرف بتاع الكره المصريه بصفه عامه يا جماعه محتاج مراجعه واعاده تصحيح بشكل سريع جدا. هذه رسالتنا سواء بقى للمنتخبات الاولمبيه او حتى منتخب الشباب او المنتخب الاول، عايزين وقفه حقيقيه، نخف التصريحات شويه، نخف الضغوط من اللعيبه، ونستنى كره قدم ممتعه تقدر تضيف للرياضه المصريه شكلها وبرقها اللي انتهى او بدا الحقيقه ان هو يطفو بسبب موضوع ان احنا خرجنا بره الكوره، وبدا كل واحد يكون ليه ند او يكون ليه حليف يؤيد او يعارض، واصبحت المواقع الالكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي ساحه لتصفيه الحسابات. فبالتالي نتمنى عودة الهدوء والاستقرار إلى الرياضة المصرية حتى تعود المتعة مرة أخرى. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل سريع ونستقبل الضيف العزيز كابتن أحمد إبراهيم، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم مرة ثانية بعد الفاصل، انضم لي الصديق العزيز والإعلامي المتألق كابتن أحمد إبراهيم. منورنا يا كابتن. منور يا كابتن إسلام، ودايما مبسوط لما أطلع مع حضرتك. أنا سعيد إن أنت متواجد معانا. النهاردة عندنا ملفات كثيرة جدا، عايزك بقى النهاردة تقول لي القصة رايحة فين. أول حاجة لقاء اليد شفته إزاي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نادي الزمالك في كره اليد دايما معوض جمهوره بالنجاحات. نادي الزمالك بيحقق البطوله ال 12 في تاريخه في كره اليد، بطوله افريقيا. نادي الزمالك بيعد من افضل الفرق في العالم في كره اليد، يمكن لو عديت مثلا 12 15 فريق يطلع نادي الزمالك من ضمن افضل الفرق في العالم. نادي الزمالك ما بيتاثرش بغياب اي لاعب في كره اليد، اللعيبه بتلعب برجوله جدا، عندهم روح وجو كده بينهم وبين جمهور نادي الزمالك، بيستقبلهم في المطار و اللعيبه بتتمنى تحقق البطولات عشان خاطر بس تشوف اللحظه دي. طب تعرف ان في بعض الناس قالت لك على امبارح الفيسبوك وانا بتفرج على اللايف، لحد زمالك متاخر بفارق 3 اهداف لحد قبل النهايه او انطلاق الصافره بدقيقه واحده بس. الناس كان عندها يقين وتقول الزمالك عمل ريمونتادا فاضل دقيقه. فعلا انت متخيل رقم 60 ثانيه هيجيب 3 اهداف ازاي؟ وبالفعل الزمالك عملها. ايه الحكايه وايه الكاريزما اللي موجوده في فريق اللي هدف نادي الزمالك، وليه مش منتقله لفريق الكره بعض الوقت؟ ايه المشكله يعني؟ وايه الميزه اللي متواجده في فريق اليد؟ فريق الكره من قبل 2015 هو في مشاكل كبيره يمكن جمهور الزمالك ادرى بيها. اما لعبه كره اليد نادي الزمالك تاريخ كبير، والزمالك ليه صولات وجولات في كره اليد. دايما اللي بيختار اللعيبه اللي بتلعب وتمثل نادي الزمالك في كره اليد دايما بيختار بحرص شديد جدا، ان اللعيبه لازم تكون بتحب النادي وبتبقى عندها انتماء كبير جدا، وتبقى دايما طالعه من الناشئين بتوع نادي الزمالك. الا بس اضافات قليله جدا من الفرق اللي بتشارك في الدوري، اللعيبه المميزه فقط لغير يعني. اما نادي الزمالك دي روح مزروعه في اللعيبه على مر اجيال كتيره جدا في كره اليد. الزمالك دايما جمهوره شايفه رقم واحد في افريقيا. فاللاعب اللي بيلعب في نادي الزمالك يلبس تيشيرت نادي الزمالك بيحقق البطوله، هو عارف ان دي حاجه عاديه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، وبيسعى عليها طبعا. في كره القدم طبعا الفريق نادي الزمالك من قبل 2015 10 سنين احنا عارفينهم، كان احنا عارفين طبعا كان بيتعرض لظلم كبير، وكان ادارات مختلفه ومجالس معينه وكان في طبعا شركات طاعية مش عارفه معنى وقدر مش عارفه قدر واسم نادي الزمالك. فكان طبعا لازم كان الفريق يقع 10 سنين قبل 2015. اما طبعا احنا دلوقتي بنامل خير طبعا، الفريق الموجود دلوقتي يعرف، اللعيبه الموجوده تعرف قد ايه التيشيرت نادي الزمالك تيشيرت كبير شعبية كبيرة على مستوى افريقيا والوطن العربي، فلازم طبعا يمثل الفريق بشكل افضل من كده. في طبعا مدير فني ممكن يبقى كويس، يبقى مع اللعيبه هكلمك فنيا طبعا على فريق الكوره، ولكن عايز اقول لك امبارح احنا زعلنا جدا اللي ما فيش فرقه شفناها في سواء سبورتنج او الزمالك كانت تستحق الخساره دي الحقيقه بصراحه يعني. بشكل حتى سبورتنج كانت قويه جدا جدا ولكن برضو اللي زود لنا مشاعر الحزن اكثر ان ما كانش اللقاء مذاع على احدى القنوات، وما فيش معلق وما فيش قناه بس هذا اللقاء. شفت الموضوع ده من انهي منطلق؟ هل البطوله مش مهمه؟ هل مثلا الشركات الراعيه شايفه ان كره اليد مش بنفس جماهيريه كره القدم فمش مركزين معاها؟ ايه القصه يعني؟ او ممكن تصفيه حسابات مع اشخاص معين، تصفيه حسابات مع اشخاص معين. شخص معين مثلا يمثل نادي كبير، ممكن يكون في جهات يعني ليها مشاكل بينها وبين الشخص ده، فما بتقدرش اللي هي تذيع الماتش، او مش مهتمه مش عايز تدي اهتمام. طب من امبارح للنهارده الاعلام ما قالش ان نادي الزمالك بطل افريقيا، ما حسيناش بطعم البطوله، احنا حسيناها بينا وبين بعض كزملكاويه، لكن احنا ما حسيناهاش في الشارع المصري ولا في الاعلام، ان الاعلام ما وصلش ده للشارع المصري. فين ده نادي الزمالك بطل افريقيا للمره ال 12 في تاريخه وثالث مره على التوالي؟ انتوا فين من النهارده؟ وانا يعني اخجل بصراحه ان انا اقول ان هذه جريده رسميه تم اضافه اللقب الجديد وهو القاري رقم 12 في تاريخ نادي الزمالك، وكانه عنوان مهمش في الجريده الورقيه اللي النهارده نزلت خبر فوز نادي الزمالك ببطوله افريقيا لكره اليد وصعوده لكاس العالم للانديه. وكان كنت اتمنى ان انا مع الاعداد يكون هذه الصوره تكون متاحه، ولكن للاسف انا شفتها وانا داخل الاستوديو. كابتن احمد شفت الصوره كانت فظيعه. الخبر نازل
خبر فوز نادي الزمالك ببطوله افريقيا لليد صغير جدا وكانه يعني ما ياخدش بضعه سنتيمترات يعني في الصفحه كلها، واخبار جانبيه غير مهمه بنفس الاهميه. ايه القصه؟ القصه زي ما قلت لحضرتك والله هي منظومه كامله من الاعلام عامه، الصحافه مع الاعلام زي ما قلت لك بنسبه كبيره هي مشاكل شخصيه مع اشخاص معينه بتهمش الموضوع، بتخلي مثلا ان مفيش اهميه ان الزمالك خد البطوله. لا ده الزمالك لازم ينزل صفحه اولى في كل الجرايد، دي بطوله افريقيا لكره اليد، اللعبه الشعبيه يعتبر الثانيه او في مصر يعني او الثالثه بالكثير يعني. فلا ما ينفعش، احنا نادي الزمالك نادي كبير والبطوله نفسها بطوله كبيره جدا، بطوله قاريه. نادي الزمالك كان بيمثل مصر، ما كانش بيمثل اي دوله اخرى يعني. لا ده نادي الزمالك لازم يكون فيه الاعلام كله يبقى يعمل حساب نادي الزمالك عنده مباراه مهمه، ينوه بشكل كويس، يدي المباراه اهميه اكتر. ولما الزمالك يحقق اللقب او اي فريق مصري لابد لازم طبعا كل مصر تعرف ان الزمالك حقق بطوله مهمه جدا. طيب تعالى ندخل بقى في تيل، تمام، نخش بقى في التصريحات، وانا عارفك بتحب هذه الاشياء يعني. تمام، احنا بنهتم دايما بالسوشيال ميديا وبنقول ان دوت نبض المشجع البسيط الجميل اللي بيشجع بمنتهى الصراحه والوضوح بدون المكالمات الفيك او المفبركه في بعض البرامج، ولكن انا اتكلم على الوضوح. الناس كلها حزينه على بعض الصور اللي انتشرت لنجمنا المصري محمد صلاح، وبتقول ان في فرق كبير بين صلاح من 3-4 سنوات وبين صلاح هذا العام، خصوصا بعد انتشار بعض الصور مع عارضه الازياء وايضا بعض الاختلافات في سيكولوجيه محمد صلاح نفسها تركيبته. هل فعلا احنا اللي مركزين قوي او عاطفيين زياده عن اللزوم، ولا محمد صلاح فعلا بدا يتاثر بثقافه المجتمع الانجليزي؟ بمنتهى الصراحه يعني، منتهى الصراحه انا سمعت ان ده كان اعلان، ما هو اعلان، انا بقول لك عرض الاسئله او موديلز او انا شايف ان مثلا انا موقع مع شركه اعلانات معينه، انا كل المكتوب في العقد انا بلتزم بيه، مش هاجي اقول لهم لا مش هتصور مع فلانه او كده. اكيد انا بتكلم دلوقتي على احنا مركزين اكتر مع محمد صلاح، يعني احنا عاطفيين شويه ومركزين، عاطفيين جدا واخدين مثلا ان لاعب الكره الكويس لازم يكون ملتزم جدا جدا جدا، لازم جداً يكون متدين، احنا واخدين كده، او الشعب المصري شعب عاطفي شويه، واخد في الاتجاه ده. اللعيب الموهوب واللعيب الكويس لازم يكون متدين جدا جدا، دي مالهاش علاقه. يجي يقول لك ما هو قدوه برضه يا كابتن، هو يعني قدوه لشباب كتير، بس انا بتكلم في ايه يا كابتن اسلام؟ موضوع احترافي بشكل اكتر، بشكل اكبر. هو احترافي، هو لاعب ملتزم بعقود مع شركات اعلان كتير وعديده جدا، هو بينفذ العقد بتاعه ما فيهاش اي مشكله. احنا ليه مركزين معاه بس؟ شال لاعب منتخب مصر مع التويتر، لا اصله حطه تاني، اصل في مشكله مش عارف مع الاتحاد. احنا مركزين بشكل اكبر، احنا وبرده احنا لنا عذر برده ان محمد صلاح هو اللاعب الوحيد اللي عمل الكره المصريه طفره طبعا. يعني خلي العالم كله يعرف ان في لاعب او في كره في مصر بتطلع لاعب مثل محمد صلاح، وفي قبل كده طبعا كان ميدو طبعا. بس محمد صلاح هو ابرز اللعيبه اللي حقق نجاحات في اوروبا يعني. طيب يعني مختصر هذا الملف اللي يصار حتى الان على مواقع التواصل الاجتماعي ان احنا عاطفيين شويه وبنركز شوية بشكل كبير مع محمد صلاح، وده طبعا ممكن يؤثر على مستواه حتى مع ليفربول او مع منتخبنا الوطني. انا شايف ولا انت شايف ان صلاح يقدر يفصل؟ صلاح ده مع كابتن اسلام، صلاح يلعب في الدوري الانجليزي البريمير ليج، ده رقم واحد في العالم. لو كان بيتاثر كان تاثر بيقول عليه ارهابي، اللي تاثر اللي اتقال عليه كلام فظيع جدا في الصحافه، ولكن لم يتاثر. طيب لا انا زملكاوي قوي جدا، وبنتكلم بقى على الفايترز والكوماندوز، هناك ايضا كوماندوس في كره القدم. كابتن شاوي سعيد مساء الفل. حبيبي شاوي، مساء الخير يا كابتن، مساء الخير، مساء العسل، اخبارك يا نجم؟ الحمد لله حبيبي والله كله زي الفل. اول حاجه ببارك لك طبعا، وبارك لكل زملكاوي ومصري على فوز فريق نادي الزمالك امبارح في ملحمه شفناها رائعه جدا، رغم حزننا انها ما كانش مذاعه على احد القنوات الفضائيه، ولكن امبارح كان كرنفال يا كابتن شاوي. والله معودين على كده، رجاله اليد طبعا دايما رافعين راسنا ومشرفين نادي الزمالك. اتمنى ان شاء الله باذن الله من رجاله القدم ان شاء الله ان هم برضه زي ما هم بيعودونا ان شاء الله باذن الله نفضل فرحانين كده معاهم. شفت اللقاء امبارح، كنت متوقع ان الزمالك يقدر يعمل ريمونتادا في اخر دقيقه كابتن شوقي، ولا الموضوع كان صعب وكان اعجازي شويه؟ والله احنا امبارح كنا بصراحه الموضوع كان صعب جدا، وكنا كنا بنقول ان يعني خلاص مفيش امل، بس طبعا دقيقه واحده صحيح معودين على كده. هم معودين على كده، ورجاله فعلا عارفين يعني ايه نادي الزمالك. كابتن احد اللاعبين كابتن شوقي امبارح وقع على ايده تقريبا، اتكسرت عشان كان يفادي هجمه على نادي الزمالك، وبسببها نادي الزمالك فاز. دي الروح اللي احنا عايزين ننقلها حتى لجميع الفرق الجماعيه في نادي الزمالك. ولكن هاخد حضرتك لنقطه اخرى كابتن شوقي بنتكلم عليها، وهو حديث السوشيال ميديا بما ان حضرتك متفاعل مع الجمهور ويهمك رايهم. حضرتك شايف ان الضجه الكبيره اللي عليها مواقع التواصل الاجتماعي على نجمنا الكبير محمد صلاح، هل هي ضجه حقيقيه ان هو التركيز في حياته الشخصيه، ولا ان احنا عاطفيين شويه، ولا الجمهور عنده حق؟ عايزين وجهه نظرك، ان انت زملت برضو طبعا ولعبت في منتخبنا الوطني ولعيب كبير في الكره المصريه. بص يا كابتن، ما فيش حد فينا يختلف على اخلاق محمد صلاح، ومفيش حد يختلف برضو ان الراجل ده مشرف مصر ورفع اسمنا.
دايما واحنا متعودين على كده، يعني الشعب المصري كده عاطفي قوي، وساعات من كتر حبه للشخص ممكن يأذيه، احنا من كتر حبنا لصلاح ممكن يأذيه. ممكن صلاح مش نأذيه. مع ما نتكلم بس بالبلد شويه، صلاح مش شيخ ازهر، صلاح مش جميل. راجل شيخ ان هو كلنا بنصيب وكلنا بنخطأ، صلاح احنا عارفين اخلاقه وراجل بتعرض عليه حاجات كتير، راجل مسلم وراجل متدين وكل حاجه، ولكن معلش برضه هو ما عملش، يعني ما عملش جريمه ولا ما عملش حاجه مثلا خارجه، يعني الناس مشكله تقارن كلنا يا كابتن بنعيشها. شوقي بين محمد صلاح من 4 سنوات وبين دلوقتي، يمكن هو اصلا ما كانش فيه تركيز على محمد صلاح من 4 أو 5 سنوات زي دلوقتي. فانا برضو عايز اقول لحضرتك ان الرساله دي فعلا عايزين نقولها للمشجع، ان هو احنا اللي عاملين فوكس او تركيز قوي جدا، ودي حياه اللاعبين متشابهه مع نجوم كبار يعني زي كريستيانو او ميسي او غيرهم من الاساطير. يعني وجهه نظر حضرتك ان احنا مركزين اكثر على محمد. محمد صلاح عمل ايه؟ اعلان مثلا؟ اعلان شايف ان ايه هم المشكله في ايه؟ المشكله في كده كده شايف المشكله، اعلان عادي جدا يعني. هم بيقولوا ان عادي هو جدا كان مع عارضه ازياء معروف ان هي يعني هو جريئه يعني بعض مع عارضه الشيء ازياء، هو عارضه ازياء كابتن في جنب لوحدهم يعني، او في غرف مغلقه والراجل قدام الناس كلها، واعلان عادي جدا وفي ناس كلها واقفه وبتاع. طب احنا نعمل ايه بقى في الممثلين اللي بيمثلوا؟ حياه يا جماعه، ايه يا جماعه في ايه؟ رسالة جميلة منك يا كابتن. طبعا النهارده بقى هاخدك للشأن الزملكاوي قليلا، المهندس هاني زايد عاد إلى أرض الوطن النهارده صباحا، يعني كان متواجد في مطار القاهرة الدولي، برضه بنبارك له ومبارك لحضرتك كابتن شوقي على يعني عودة الاستقرار لنادي الزمالك ولم الشمل. والله أتمنى إن يبقى في استقرار يا كابتن، لأن نادي الزمالك هكلمك بخصوص برضه موضوع طارق حامد، نادي الزمالك ما بيعرفش يعمل النجوم بتوعه وبيبقى بسبب مشاكل كبيره جدا بين اللعيبه وبعض. زي ما انت النهارده رحت جبت عبد الله السعيد وكنت بتدفع له 40 مليون، فاللعيبه بتسمع الارقام ديت فاللعيبه بتزعل. النهارده النادي الاهلي فرط واحد زي عبد الله السعيد وجاب اكتر من واحد بارقام فلكيه، مظبوط. لو كان اداله ال 40 مليون اللي الزمالك عرضوا عليه كان قعد معاهم وكان استمر معاهم وكان استفاد باللعيب النجم بتاعه. النهارده مش عايزين نعمل كده ونتعلم من الدروس دي. انت النهارده واحد زي طارق حامد شوف ايه طلباته ووفر له طلباته، لانه نجم مش هتعرف تعوضه غير بعد فتره كبيره، ولو جبت حد تاني هتصرف مصاريف كتير جدا عشان توصل واحد تاني بنفس المستوى ده. اذا فكابتن شوقي السعيد يؤكد ان التغريده او التويته اللي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي منسوبه الى كابتن طارق بالتحديد، لان بعض الناس كذبتها. اللي هي ايه؟ اللي هو قال انا جبت اخري او مش قادر اصبر لا اكثر. بص بص يا كابتن، هو معلش اكلمك بوضوح، انا عايز وضوح للراي العام. اتفضل. النهارده يعني طارق حامد جنش يطلع يقول نفس الكلام، قبله كهربا يقول نفس الكلام، يعني اكيد في حاجه غلط يا في جماعه. في حاجه يا جماعه غلط، ما ينفعش التوقيت جماعة. غريب. احنا بنحب نادي الزمالك وعارفين الشو مصطفى منصور عامل تغيير وعامل حاجه جميله جدا لنادي الزمالك، ولكن قول 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 الصراحه يا جماعه، مش واحد بس اللي بيتكلم، قبل كان الاول كهربا وبعد كده جنش وبعد كده طارق طارق حامد، ومعلش الثلاثه نجوم، الثلاثه نجوم الفرقه، حاول تلم نجوم النجوم دي، ما لازم احنا دلوقتي بنتكلم فيه بنطالب فيه، لازم مدير كوره قوي، شخصيه محبوبه اتفق معاك يا كابتن. وشخصيه لها كاريزما ولها اسم اللي هي تقدر تسيطر على اللعيبه. وبعدين اللعيبه اللي الموسم الماضي كانت بتاخد فعلا اضعاف مكافئات فوز بشكل كبير جدا، السنه دي الشركه الرائعه تاخرت على جميع الانديه في سداد المستحقات، هل هذا الكلام صحيح ولا عاري من الصحه؟ فاللعيبه اكيد عارفه هذا الكلام يعني. كابتن هو النادي الزمالك مستني راعي يا كابتن، ما كده انت بتجيب لعيب بس ارقام كبيره جدا الشركه الرائعه بتدفع، فطبعا الزمالك بياخد بيدفع مقدمات عقود او بيدفع رواتب للاعبين يعني، فهو ظرف على جميع الانديه. نادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور ما فيش اي ذره جنيه تتاخر اللعيب، ده انا كنت موجود واعرف كده كويس. وثانيا نادي الزمالك فيه فلوس مغطيات كتير جدا، نادي المستشار مرتضى منصور بيعرف يجيب الفلوس وبيعرف يعامل اللعيب، مستثمر رائع طبعا. هو الراجل مش هيشيل كل حاجه برضه، يعني لازم الناس اللي متواجده، تدخل كابتن اسماعيل يوسف، تدخل الناس اللي متواجده اللعيبه الكبار، لازم نحل المشاكل دي، مش كل شويه مشاكل مشاكل مشاكل، نادي الزمالك كل يوم فيه مشكله. مظبوط يا كابتن، وده اكيد هتتلم. طب بقربك لكابتن طارق حامد، هل في جلسه قريبا مع مجلس اداره نادي الزمالك؟ طارق حامد يا كابتن بيعشق تراب نادي الزمالك. ايوه فعلا، طارق حامد جاله عروض اكتر من نادي الزمالك، انا اعرف كده كويس، اكتر من نادي الزمالك بكتير، وراجل مستمر مع نادي الزمالك يعني، مظبوط عنده الرغبه في الاستمرار يعني. طبعا طبعا يا كابتن، بس لازم يكون متقدر برضه. يعني انا راجل نجم بتاعي اروح اجيب لعيب، مع احترامي لاي لعيب اروح اجيب لعيب تاني وادفع فلوس ملايين. طب يا كابتن شوقي عندي سؤال، انا متاسف اساله لك كلاعب كوره، لما مثلا لاعب يمضي مع نادي ويتفق على مبلغ محدد حتى لو كان المبلغ ده ضئيل بعض الشيء، وبعد سنه يطالب بتغيير هذا المبلغ، اسوى مثلا بلاعب لسه جاي جديد، مش العقد شريعه المتعاقدين ولا
في معايير كره القدم الامور تختلف. انا باخدها منك انت كلاعب دولي يعني. لا هو الطبيعي زي ما انت بتقول كده، انت العقد شهادات المتعاقدين يعني هو حلو اتفق حلو. ولكن انت جايب لعيب النهارده مثلا ومتفق معاه بضعف مبلغي وانا اللي بلعب اساسي وهو ما بيلعبش، ما دي برضه هتبقى مزع يعني، تبقى في حساسيه، بيبقى في حساسيه. كابتن احمد، اسال كابتن شوقي في حاجه. كابتن شوقي اتفضل. كابتن احمد حبيبي عامل ايه؟ ازيك كابتن، اخبارك ايه؟ وحشني والله يا كابتن مصر. حبيبي يا كابتن حبيبي، طمني عليك يا كابتن، انت ايه اخبارك؟ والله الحمد لله كله زي الفل الحمد لله. ان شاء الله ربنا يكرمك يا كابتن شوقي. تبقى اسال بقى كابتن مصر حبيبي، عايشك قريب ان شاء الله باذن الله. وحشك دلوقتي، خلي البرنامج احنا عايزين سؤال فني. والله يا كابتن انت سالت في كل حاجه، انا برضو عايز اقول لك كابتن شوقي، احنا قدامنا التويته اهي يا كابتن شوقي، حضرتك شايفها. انتظرت وصبرت كثيرا من اجل من احبهم ويحبوني، ولكن انا شفت قريتها يا كابتن. يعني ديت سليمه يا كابتن شوقي؟ هو طارق زعلان يا كابتن. زعلان طارق، زعلان طبعا. طب ده ياثر على مباراه القمه يا كابتن شوقي؟ لا لا لا، طارق حامد في الملعب غير بره الملعب. طارق حامد راجل احنا عارفينه، وراجل بيعشق نادي الزمالك وبرضه معلش هو بينزل الملعب بيلعب باسم قبل ما يلعب باسم نادي الزمالك، برضه عارف اسمه، هو اسمه الفريق. احنا بس خايفين بس يا كابتن شوقي من التشتيت بس، مش اكتر يعني. لا لا لا، طارق ما بتخذلش يا كابتن. لا لا لا، وبيلعب نادي كبير يا كابتن وعارف قيمه النادي. كابتن شوقي، توقعك للقاء الاهلي والزمالك ان شاء الله نتيجه كام؟ والله انا توقعي ربنا بس يهدي المدرب ده ويعمل تشكيله كويسه، ان احنا كلنا يعني احنا لو جبنا واحد زملكاوي يعني راجل درجه ثالثه ان هم ناس زينا كده، هيحط تشكيله تكسب النادي الاهلي، تشكيله كويسه تكسب النادي الاهلي. تشكيله الماتش المباراه اللي فاتت يا كابتن هي دي اللي خسرتنا، التشكيله هي اللي خسرتنا. مش بالزبط. في ناس هو معذور شويه برضو، لسه بيتعرف على امكانيات اللعيبه، لسه بيشوف الكره المصريه. خلي بالك ان هو برضو ما مرنش فرقه في مصر او ما يعرفش الدوري المصري. ما لعبتش مصطفى في مباراه السنغال هناك، ومصطفى نزل جاب جول، برضه بتقعده احتياطي في ماتش الاهلي، وانت عارف امكانيات مصطفى محمد احسن. لا طبعا افضل مهاجم في التوقيت ده، مظبوط، احسن مهاجم في الوقت في مصر، مظبوط يا كابتن، صح. كابتن شوقي، بس التشكيل يبقى متناسق كده وتشكيل حلو كده ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمنا باذن الله. باذن الله يا كابتن شوقي، انا سعيد بمداخله حضرتك جدا، وكل التوفيق دايما والافضل ليك، ولو حضرتك عايز تضيف لنا اي حاجه اتفضل. شكرا كابتن شوقي. انا اسالك سؤال مهم جدا، وكابتن شوقي برضه اثاره، هل ميتشو فعلا في بعض التغييرات اللي بتبقى غريبه للجمهور الزمالكاوي بينفذها فعلا، ولا بيلعب المتاح؟ بص يا كابتن اسلام، لان برضه الناس ميتشو بتقول ان هو بيجرب لسه. لا مفيش تجربه يا كابتن، لحد علمي ميتشو كان عارف الزمالك من ايام ولايه تاديتشا. ولايه نزل رقم التواصل يا جماعه برضه الناس اللي حابه تشارك معانا، اتفضل يا كابتن. متابع الزمالك من ايام ولايه تاديتشا، المباراه اللي كانت في دور ال 32 اللي هي اللي كان ولايه تاديتشا. متابع الزمالك، وقال لك انا كنت بتفرج على الزمالك وتابع الفريق بشكل كويس. اللعيبه كتير، اللعيبه اللي لا يا كابتن اسلام معلش، هو انت ده بيكرر نفس اللي بيحصل كل مره، بيشيل ثلاث لعيبه ويحط مكانهم ثلاث لعيبه ثاني في خطوط مختلفه، مره عبد الشافي مره عبد الله جمعه. طب انا ازاي كمدرب مش عارف اقيم الاثنين وانا بشوفهم في الملعب في التمرين؟ ازاي مش قادر اقيمهم؟ ازاي انا عارف باخد من ده الكويس اللي عنده؟ انا عارف عبد الله جمعه هو اللي يلعب مباراه. بس في لعيبه بيجي يقول لك في لعيب كويس في التدريب، وما تيجي تنزله الماتش تلاقيه يا كابتن عبد الله جمعه مش جاهز. احنا مختلفين على عبد الله جمعه، مفيش اختلاف عليه. افضل باك عبد الله جمعه يتعب احمد فتحي مباراه الاهلي اللي فاتت دي. عبد الله جمعه يتعب اي حد، العب عبد الله جمعه، لاعب صغير وسريع. انا ليه اتحفظ قدام الاهلي وعندي اقوى ثلث هجومي موجود في مصر؟ دي حقيقه، عندي اقوى ثلث هجومي موجود في مصر. انا ليه اتحفظ قدام الاهلي وادافع؟ اي حد يا كابتن بيستسلم للاهلي ويسيب الاهلي الملعب بينقل الكوره تحركات بدون كوره والتحركات وتبادل الاماكن، لازم يخسر من الاهلي، او لازم يواجه خطوره جدا من الاهلي. لا ما سيبش الاهلي الملعب، اضغط من الاهلي من قدام، او لا ما لعبش دفاع منطقه قدام الاهلي، الاهلي هيكسبك. لا اللي هاجم الاهلي بيكسبه. صن داونز لما لعب الاهلي عمل نتيجه كبيره جدا، يمكن الاهلي ما تعرضش للنتيجه دي كتير في تاريخه يعني. لكن عمل كده ليه؟ لان الاهلي لقي فريق بيهاجمه تلت هجومي قوي، واثنين اللي بيلعبوا في نص الملعب كويسين جدا. انا عندي ساسي مش واخد ادواره اللي كان واخدها ايام جروس، مش واخد الادوار، مش واخد نفس الادوار، مش واخد الادوار يا كابتن. جمهور الزمالك زعلان من بعد ما رجع من تونس، هو اصلا الكيرف بتاعه وقع يعني. لا يا كابتن، ما انت ما تجيش تلعب لي في تقول له تلعب ديفندر على الدايره ما تتحركش، يبقى انا كده بحجمه. ساسي تستفيد منه في الثلث الهجومي يا كابتن، لازم اغير السيستم، لازم اغير السيستم. بيحصل في الملعب ده انا مش لاقي من الزمالك غير بيلعب على غلطه او يضغط ضرب الجزاء، مش ده الزمالك. الزمالك المفروض فريق بيلعب كوره في تحركات. قرار اقاله كابتن ايمن عبد العزيز وتعيين كابتن عصام مرعي، هل قرار انت شايفه يعني هيجيب ثماره وهيكون قرار سليم، ولا يعني كابتن ايمن ما قصرش من وجهه نظرك؟ طب يا كابتن، طب ده ايه؟
ما مش فاهم يعني. انا شلت لاعب كبير وكان ليه اسم الزمالك وحطيت طبعا مع احترامي كابتن حسام علي اسم كبير برضه. طب ايه يعني هو ده مثلا اللي مبوظ اداء الزمالك ولا مش فاهم حاجه؟ بعض الاقاويل بتقول اني ما كانش بيوصل لميتشو بالشكل الجيد، ما كانش حلقه وصل بين اللعيبه وبين ميتشو بشكل جيد. يطلعوا يا كابتن يقولوا كده بشكل رسمي؟ ما هو اتقال يعني. لا ماشي اتقال، بس انا شايف ان كابتن ايمن عزيز من الناس المخلصين جدا لنادي الزمالك وراجل طبعا ما حدش حد شكك فيه يعني. فلا معلش يا كابتن مش في الاسامي ولا في انا ممكن اجيب مدير كوره قوي مثال كابتن احمد رمزي طبعا اسم مطروح في الفتره الاخيره. كابتن احمد رمزي قوي جدا وزملكاوي جدا وعلى شاكله الزملكاويه المحترمين معانا اعلامي ومحلل سبايسي جدا استاذ احمد امين. مساء الفل. استاذ احمد الفل حبيبي، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كان نفسنا النهارده تكون متواجد ولكن الظرف الطارئ النهارده اتحرمنا من تصريحاتك القويه جدا. معلش والله غصب عني، انت عارف بس ظروف مرض الوالد. معلش. لا 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 خير والف لا باس عليه. تحيات كابتن احمد ابراهيم اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك كابتن احمد. وحشني كماتشو حبيبي. اهلا وسهلا. وحشني والله يا استاذ احمد. كابتن احمد اول حاجه طبعا نبارك لنادي الزمالك على فوزه امبارح في مباراه اليد، ما اكيد لا حديث اكثر من ذلك او اهم من ذلك بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. ولكن انت عندك وقلت لي في الكواليس انك عندك بعض الحصريات حول هذه الامور، اتمنى ان نسمع ونبارك لجمهور نادي الزمالك عودة المهندس هاني زيادة بكل تأكيد. فنبدأ طبعاً بكرة اليد اتفضل. طبعا هم النهاردة بالنسبة للزملكاوية يعني المحترمين الكرام بنعتبر عيدين، يعني مش عيد واحد النهاردة. طبعا العيد الأول كان بالأمس اللي هو فوز كوماندو اليد الزملكاوي. كوماندو اليد الزملكاوي ده اللي هو يعني عارف حضرتك صانع البهج ويباعث السعادة والفرحة والأمل في قلوب ونفوس الزملكاوية. يعني اللي هو تاريخي. اللي هم الناس دي صراحه يعني رجاله رجاله جدا. يعني انا بس عايز اعرف، عايز اقول للساده الاعلاميين الكرام في بلدنا المحترم، ايه المطلوب اكتر من كده الناس دي تعمله عشان يحسوا بيهم؟ شفت المانشيت يا استاذ احمد؟ نعم. شفت المانشيت الصحفي؟ مانشيت صغير جدا في جريده هامه جدا، ينزل صغير جدا باسوه ببعض الاخبار وكانه خبر عادي، يعني ان الزمالك يفوز بافريقيا ما له اهميه في ذلك الخبر، محطوط بشكل يعني بجد حاجه تحزن. اللي هو الاشرف والاكرم ان هو ما كانش يتحط. حقيقي فعلا. وفي البرامج الرياضيه حضرتك يعني انت حضرتك بص على وش المدير بيقول الخبر تحس ان هو حزين. زعلان قوي. يعني يا راجل عيب يا راجل عيب. مش هقول اسماء، يعني الناس كل الناس عارفه والموضوع مكشوف. يعني هناك تقصير اعلامي حول فوز نادي الزمالك ببطوله يعني دوري ابطال افريقيا لكره اليد. هناك تقصير صريح. نسال كده سؤال واساله لحضرتك اتفضل احمد ابراهيم واساله للمداخلات. اتفضل. هل لو فاز النادي الاهلي بهذه البطوله لاول مره في تاريخه، مش هنقول بقى ان الفريق كسبان بطوله التشامبيونز ليج الافريقي للمره ال 12 في تاريخه. والثالث على التوالي. لسه هقول لك والثالث على التوالي. فضل الاشتباك مع نادي هو كان طبعا مولوديه الجزائر كان مسماه القديم وكان محرز البطوله 10 تسع مرات ومسماه الجديد مجمع النجيب البترولي مرتين بقى عنده 11 مره وكان الاشتراك مع الزمالك في 11 بطوله والزمالك بالامس يخوض الاشتراك ويحرز البطوله رقم 12 في تاريخه. هل 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 يا فندم ده ثالث مره على التوالي حامل لقب دوري الدوري المصري حامل خامس عالم الانديه وقبل ذلك ثالث العالم للانديه يعني الارقام دي كلها الكلام ده كله بيعدي كده عادي يعني هل هذه البطوله غير مهمه للرعاه؟ هل التسويق ضعيفه؟ هل هم شايفين ان ليس لها جماهيريه؟ ما هو انا بسال حضرتك لانك انت لا تعرف تديني اجابه. ما احنا بنشوف يا فندم الفريق المنافس لما بيكسب بطوله في يعني ممكن في رمي الحجاره بتبقى بطوله وماجد وعظيم وشرف كبير لمصر ولابناء مصر. هو ليه الكلب من الجليل؟ احنا لحد امتى هنفضل في هذه الدوامه؟ يا اخوانا الزمالك فريق مصري محترم ونادي مصري محترم في 1911 نادي وطنيه والكرامه وجماهير الزمالك ناس مصريين محترمين بيحبوا البلد وبيحبوا امجاد البلد ويخافوا عليها. احنا ليه يا فندم احنا هو الفتنه واشتعالها والتعصب هم من يزرعوه. احنا عايزين نخرج بره هذه الفتنه، عايزين العدل والمساواه ما بين القطبين. طب اخدك لملف اخر عشان وقت الحلقه. عايز بس كمان اتفضل اتفضل اذكر معلش اتفضل واقولها يا كابتن هشام مرتضى منصور. انا عايز اقول على نموذجين بس فاهمين قوي عشان بس ما حدش يقول الكلام ده ولازم تاخده انفراد عني. احنا عايزين نتكلم على اثنين، نتكلم على الابيض الذهبي الاحمر النادي الكابتن الفريق احمد الاحمر. عايز نشوف احمد الاحمر ده اسطوره. عايز انا بطلب من الكابتن هشام مرتضى منصور انه يجيب خبير نفسي
لازم ضروري بعد اذنك كابتن مستشار يتعين لفريق كره القدم، وعايز الراجل ده يجيب لهم يدرس لهم حاجه اسمها احمد الاحمر. احمد الاحمر ده والله اتفق معاك جدا يا فعلا والله صح، شخصيه يعني غير طبيعيه احمد الاحمر. احمد الاحمر ده لو احنا في بلد منصفه هذا الرجل يصنع له تمثال في ارقى واحسن ميادين مصر. كلام مظبوط. اتفق معاك. 10 بطولات قاريه حتى الان بمباراه. احمد الاحمر هو الهداف التاريخي لكاس العالم. احمد الاحمر احرز بطولات قاريه في اكثر من قاره. احمد الاحمر اتصل به الكابتن احمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الاداره ليله المباراه وقال له معلش انا عارف ان كلكم فلوس بس يعني ما تقلقوش. قال له ما تتكلمش في حاجه زي كده. الاثنين بتتكلم فيها اهم حاجه ان احنا نرجع بالكاس ولاد النادي يا كابتن. مخلص جدا يا كابتن احمد. ده حاجه غير عاديه. لاعب في عز الاموال بتعرض عليه من جميع انديه العالم وفي الزمالك فريق كره اليد بنادي الزمالك الذي كاد ان يهبط للدرجه الثانيه في عهد المدرب ممدوح عباس. معلش صراحه فعلا فعلا كان يهبط للدرجه الثانيه فيتبقى له مباراه مع الاعلاميين لازم ان يفوز بيها. مظبوط. مدى التردي الذي وصل له نادي الزمالك لما احمد الاحمر دعي لبى وجه على طول دايما جاهز ودايما مستعد كابتن احمد الاحمر. ده حقيقه كل بلع احسن انديه العالم تطلبه احسن فلوس العالم ياخدها. قال لهم لا ما ينفعش. لما جت المستشار كلمه قال له ما تكلمنيش في حاجه ده بيتي ده النموذج اللي لازم وده النموذج اللي احنا كمان عايزين ننقله لعيبه نادي الزمالك. يعني هاخدك على نفس الشاكله في الكوره. نيجي ليحيى الدرع. يحيى الدرع نهائي الدوري الماتش اللي قبل الاخير كان مع الاولمبي والزمالك اخفق وتعادل وكاد ان يفقد الدرع وكان لابد من الفوز على النادي الاهلي. ماتش الاولمبي ده يحيى الدرع خطوه قطع يده في دراعه وخد غرز كبيره جدا جدا. تخيل خيط الغرز بخط واقي حتخلونه اسود على دراعه ولعب. ايوه لانه حاول ان هو يبتدي هجمه على نادي الزمالك فتم الوقوع على دراعه بالفعل. طب استاذ احمد عايز سؤال سريع. هل على دراعه في اليوم الثاني معلش هكمل لك الحته دي ثانيه. اتفضل اتفضل. ولعب الماتش هو متخيط دراعه في ماتش الاهلي ثاني يوم ونزل يبذل مجهود. امبارح يحيى الدرع من كتر المجهود اللي بذل اغمى عليه فكرت بطارق حامد ومباراه النجم الساحلي العوده فعلا 3-0 حصل. لازم الصورتين دول يتبروزوا ويتعلقوا جوه اوضه الدور في غرف خلع ملابس نادي الزمالك لكره القدم. يا كابتن مصطفى لو ينفع يا استاذ ان احنا ناخد دم من فصائل المتشابهه من لعيبه اليد ونحكي بيه لعيبه كره القدم اتمنى ذلك. يا ريت والله. طيب انا على شكله هذه الامثله الرائعه جدا هناك في الكره بعض الاضطرابات او عايزين نقول بعض الزعابيب اللي نتوقع ان هناك بعض وكلاء اللاعبين استاذ احمد بس بعد اذنك اكملك السؤال بيتواصلوا مع لعيبه نادي الزمالك وده اللي واضح عن طريق اسماء تم عرضها سواء مع كابتن محمود جنش او كابتن دلوقتي طارق حامد. هناك مشاكل تفتعل او يحاول بعض الوكلاء افتعالها داخل نادي الزمالك. هل هذه المشاكل بسبب عدم وجود موارد وده طبعا شيء مستبعد ام هناك حمله حقيقيه من اجل تفكيك فريق الكوره؟ بص يا اسد من الاخر زي ما قلت دايما بقول وانت متابعني الزمالك مشكلته ان احنا عمالين بص لما ينفعش ان انت تبقى عندك انت بيطلع عندك ثمره فذه فاكهه ثمره فاكهه على الشجر فذه وانت عمال تدور بتحل في الايه بتشوف الطاق فيها ايه بتشوف الغصن فيه ايه الفرع فيه ايه ورقه الشجر فيها ايه الثمره اللي فيها ايه يعني قدام الجذر دي مشكله. الجذر دي مشكله. حل مشكله نادي الزمالك رساله لحضرتك وللزملكاويه يا ريت نسمعها سريعا. لابد من اعاده ترتيب البيت. لازم ننسف البناء من اساسه. الاساس يا اسلام لابد بص يا اسلام الانديه احنا اتعلمنا في الانديه الكبيره لما تيجي تلاقي في اليوبي باب النادي وما تقوليش ابن النادي ده تشيكي وما كانش بيلعب في النادي بس عمل انجازات وامجاد مع النادي. لابد من وجود مدير رياضي او فرد واحد او لجنه كره من المحبين والمخلصين والاسماء اللي موجوده زي عبد الحليم علي زي احمد حسام ايده زي محمود سعد دي الاسماء اللي بتحب الزمالك بجد. في ناس ثانيه حرام وعيب عليها وخساره فيها انها تلف التيشيرت بتاع الزمالك وانتم عارفين مين كويس. استاذ احمد عشان الوقت لان احنا هنستفيد دلوقتي استاذ احمد امين استاذ احمد امين تحدي واحد فقط لا غير هو اللي يتحدث عن الفريق. اي حد يخش على السوشيال ميديا يعرض للبيع فورا مش مسلوق طبله. اتفق معاك جدا اتفق معاك استاذ احمد ولكن عشان وقتي دائما انت مميز بهذه التصريحات القويه والجريئه. انا اسف كنت المفروض ابقى معاك. لا بالعكس انا استفيد ان شاء الله في الحلقه القادمه. لينا الحلقه القادمه باذن الله. تشرفني وتنورني استاذ احمد امين الناقد الرياضي شكرا جزيلا. ملفات هامه جدا يعني اكيد في اشياء تدار بشكل غير واضح للعلن بالنسبه للكباتن في نادي الزمالك. بدا بعض الوكلاء يتكلموا معاهم
ليه التوقيت فعلا زي ما كابتن شوقي واستاذ احمد امين قال بشمعنى التوقيت دوت هو كل حاجه ظهرت فيه؟ ما هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن، انا متخوف من حاجه بسمع عنها، في كلام بيلوح من داخل نادي الزمالك، في مصادر بتقول ان في احزاب داخل الفرقه موجوده بين اللعيبه وبعض. ما توصلش للكلام ده، انا اتوقع شغل وكلاء، لكن لو وصلت لاحزاب تبقى مشكله اكبر. احزاب يا كابتن، انا بص يا كابتن، الكلام ده من داخل نادي الزمالك، الكلام ده عن طريق مصادر، يعني مصادر قويه كمان، ان في حزب سياسي وحزب شيكابالا. حزب سياسي وحزب شيكابالا، اه ده اللي بقول لك عليه. الكلام ده خطير جدا يا كابتن. انا اللي بقول لك الكلام ده يا كابتن. لا ما توقعش انها توصل لكده. شيكابالا كابتن الفريق، كابتن اسلام شيكابالا كلنا بنحبه، كل لعيب محترم، لعيب عطى الزمالك ماجيكو يعني. اه طبعا ده انا مش قصدي يا كابتن، انا بتكلم مصلحه النادي، ماليش علاقه باي لاعب. يعني ايه حزب شيكابالا وحزب سياسي؟ لعيبه معينه، يعني لعيبه تبع شيكابالا ولعيبه تبع سياسي. هم ايه بقى؟ هل في اس دلوقتي هم الاثنين متضاربين امام بعض؟ يعني هو لا، شيكابالا وسياسي مش تضاربوا ان هي في عداوه بينهم او حاجه، مفيش الكلام ده. بس في يعني زي ما بقول لحضرتك، في حزب عايز مجموعه تلعب، وفي حزب ثاني زي ما تقول كده كابتن، شعبيه سياسي تراجعت الفتره الاخيره شويه بعد قدوم شيكابالا. شيكابالا طبعا المحب والمعشوق الاول لجمهور نادي الزمالك، حصل للفرقه دلوقتي حاليا يقال كلام من داخل النادي او الناس المقربه كابتن احمد. انت زملكاوي اصيل، هل هذا الكلام حقيقي؟ انا بتكلم مع حضرتك يا كابتن، الكلام ده الفتره الاخيره ده حاصل، والكلام ده متاكد منه يا كابتن اسلام، الكلام ده اتقال وناس كانت هناك في تضارب ما بين انا واحد زميل ليا وحب شيكابالا بين اللعيبه منقسمين. واحد زميل ليا حاول ان هو يصور او حاجه بسيطه كده في التمرين، اتاخد منه التليفون وممنوع. فعلا دي حاجه كويسه ان ده يحصل داخل نادي الزمالك، دي حاجه كلنا ما يعني احنا عايزين ده. بس اتوقع ان الامور ان شاء الله بس ان شاء الله احنا يعني كابتن انا بتكلم لصالح عايزين نقفل على التيم يا كابتن. انا عارف ان المسؤولين عن الكره في نادي الزمالك كابتن اسماعيل يوسف طبعا واستاذ امير، انا بتمنى منهم ان هم طبعا كما عودونا عودوا جمهور نادي الزمالك ان يحصل لم شمل الفرقه تاني، وده هيحصل ونشوف اللي ناقص ايه واللعيبه اللي لها اي حاجه تخلص. انا على فكره مش عايزين مشاكلنا تبقى الراي العام كده. وانا بشكر رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور على المشكله التي اثارت وتم حلها بهدوء شديد، مشكله الكابتن محمود جنش. احتواها بشكل كويس جدا، قوي جدا، وفي اقل من 24 ساعه، فشيء بجد يشكر جدا عليه. كان اي حد خد قرار البيع خلاص لا رجع فيه، ولكن هو احتواه كابن. لا المستشار جابه واتكلم معاه، وكان في فيديو شهير داخل نادي الزمالك. اذا عشان نغلق هذا الملف ان شاء الله باذن الله، المسؤولين في نادي الزمالك قادرين على احتواء الموقف وهمور بشكل جيد. كابتن النادي الاهلي قوي وتدعيماته قويه وماشي بشكل جيد، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، تمام. ما نسمعلوش بعض المشاكل او يتم التكتم على مشاكل النادي الاهلي الفنيه. دايما يجي يقول لك الاهلي جاهز، فايلر دلوقتي بدا يخش ويقرا الدنيا، بدات بعض الصحف حتى الان تميزه عن باقي المدربين الماضيين ويقول لك جوزيه جديد. انت شايف ايه؟ انا شايف ان هو جوزيه جديد من الاخر كده، بقول لك بس بصراحه ولا حاجه. ده عباره عن واحد جه اتحط على راس المنظومه. المنظومه دي بناها مانويل جوزيه في 2001. الكره اللي بيقدمها النادي الاهلي دي زي نظام كده، جيل بيسلم جيل. الكره دي شربها كابتن حسام البدري، طبقها على مدار السنين. اللعيبه دخلتها، اللاعب الجديد بيدخل في قلب الفرقه بيستسلم على نفس اللي ماشيين عليه. النادي الاهلي بكل ما يميزه زي ما قلت لك قبل كده كابتن، حتى بينه وبينك لما بنتكلم عادي، كل ما يميز النادي الاهلي التحركات بدون كوره، مظبوط، الباص، حفظ الاماكن، اللعيبه عارفه بتلعب ايه، زائد طبعا هم بيلعبوا بروح. تمام. اما بالنسبه لموضوع الاعلام ده حته ثانيه خالص بقى. اللي فيه الاهلي ده نسبه 50% اللي موجود حاليا من لجنه المسابقات السنه اللي فاتت، الحاج عامر حسين والاعلام طبعا اللي بيساند النادي الاهلي بكل قوه. وبقول لك ثاني يا كابتن، بنسبه 50% اللي وصلنا للاهلي ده حاليا، الاعلام مع الموسم اللي فات طبعا لجنه المسابقات ودورها الكبير في حصول الاهلي على الدوري يعني. تمام. خلاص ننسى الموسم الماضي بقى. لا خلاص ننسى الموسم الماضي، بس بقول لك ان فايلر مش جوزيه، فايلر مدرب عادي جدا على فكره، واقل من ميتشو بكتير. انا بقول لك الكلام دوت، الشغل اللي بيعملوه فايلر ده هو جيل ايه. بقول لحضرتك كده يعني. والكلام بيتسال فيه كابتن محمد يوسف. يعني ميتشو ولا فايلر؟ لا ميتشو طبعا. ميتشو بقى، ميتشو هو اللي قدم كرة شفناها في فرق ثانيه غير نادي الزمالك. الاهلي اقوى من الزمالك بمنتهى الصراحه كمراكز حاليا. الاهلي حاليا الاهلي فنيا ولا لعيبه؟ لا فنيا. فنيا لعيبه الاهلي، اي حد بيدخل في المنظومه بيدور بسرعه. خلاص عايز كلمه للمستشار مرتضى منصور. سياده المستشار، طبعا احنا اتعودنا منك انك انت اللي نقلت نادي الزمالك من حته لحته ثانيه خالص. وريتنا نادي عالمي على مستوى البنيه التحتيه داخل النادي والانشاءات اللي حضرتك عملتها. اللعيبه اللي جبتها على مدار السنين اللي فاتت من 2015 حتى الان، اللي هي حسست جمهور الزمالك نادي الزمالك رجع تاني بقوته. البطولات الصعبه جدا اللي حضرتك احرزتها الفتره اللي فاتت وفرحت بيها جمهور نادي الزمالك، احنا بنحب نادي الزمالك من كل قلبنا طبعا، ده بيتنا وكل الناس الزملكاويه بتحب نادي الزمالك. احنا بنتمنى من حضرتك بس الفتره اللي جايه لم الفرقه ولم النجوم، نحافظ على النجوم بشكل اكبر. ان شاء الله باذن الله نكسب مباراه الاهلي القادمه باذن الله، ونقدر نقدم مباراه قويه
كما تعودنا من حضرتك، لم الشمل الفرقه واداره الكوره تلم الامور، وان شاء الله باذن الله الزمالك يحرز الدوري الموسم ده باذن الله. باذن الله. انا هضيف بس عليك نقطه صغيره، انت قلت من شويه ان هو لم الفرقه وكل هذه الامور، عايزين نقول ان برضو الاستاذ امير مرتضى بيقوم بدور رائع جدا في موضوع لم الفريق جدا. بدليل ان هو حتى في خلافات وبعض اللعيبه ما بياخدهاش شخصيه، يعني اذا كان هو رد كتويته صاحب بيعاتب صاحبه رده بالظبط عتاب اخوه يعني، حتى لعيبه النادي الاهلي بتحب استاذ امير يعني. هو علاقته بكل لعيبه الدوري المصري دي على فكره دي ميزه كويسه جدا، حتى لما بيجي يتفاوض مع مدرب اجنبي او لاعب مهم جدا بيتفاوض بطريقه احترافيه بشكل اكبر. انت بيعمل العكس ما الجمهور متخيله. تمام. ممكن صفقه صعبه يخلصها في وقت قليل جدا. اكمل على هذه الجمله، كل الثقه في المسؤولين عن نادي الزمالك في تصحيح المسار الكروي سريعا، هيقدروا ان شاء الله انهم يتجاوزوا هذه الامور وخدوها من هنا من برنامجكم ساعه رياضه باذن الله. لو الزمالك فاز على الاهلي اللقاء القادم الزمالك هيبقى فت، لو الزمالك خسر من الاهلي وطبعا ديت كوره رايحه وجايه ممكن يخسر ونقول الاهلي ساعتها لسه بدري يا كابتن مفيش اي مشكله خالص، لو الزمالك خسر حتى لو اتحركوا تلاحظوا الزمالك كيرفو الفني وقع بعد هزيمه النادي الاهلي فعلا. كان قبلها عامل لقاء جيد جدا مع بيراميدز، ثم الغطس الشهير اللي عمله نادي الزمالك دلوقتي بسبب طبعا خسارته من غريمه التقليدي. كابتن محمود الخطيب تقول له ايه؟ يعني لا تعليق، مش هعلق على حاجه. لا تعليق. كابتن طارق حامد. طارق حامد اسد نص ملعب نادي الزمالك، الراجل اللاعب اللي عمره ما لعب في نادي غير نادي الزمالك، وانا متاكد من ده. انا شاكك في التويتر دي بصراحه. لا انا اتمنى ان شاء الله، انا شاكك فيها حتى لو هو كتبها يا كابتن، ان هو بيعاتب ان هو ابن النادي يعني. هو جزء من النادي، فاحنا طبعا مستنيين منك كتير يا اسد، وطارق حامد ان شاء الله باقي في الزمالك ومشكلته تكون محلوله باذن الله. باذن الله. كهربا مين؟ معلش يا كابتن تاني، محمود كهربا. ما بقللش من حد، لعيب عادي، ونادي الزمالك فيه احسن منه بكتير، فيه افضل منه طبعا اكيد. المستشار مرتضى منصور اعلن ان كهربا مش هينضم للنادي الاهلي، وهو مسؤول طبعا ورجل قانون وقادر على ان يدير هذا الملف. عايز اقول لحضراتكم حاجه حصريه يمكن لجمهور ساعه رياضه والكابتن احمد يمكن اول مره اتكلم فيها، البطاقه المؤقته يا جماعه لا تستخرج الا مره واحده، فعلا فتره معينه البطاقه المؤقته لا تستخرج الا مره واحده حتى الفصل في المشكله، الكلام ده قانوني. بعض الناس ما تعرفش الكلام ده، البطاقه المؤقته تاني اللي واخدها محمود كهربا عشان ياخدها فريقه البرتغالي ما بتطلعش الا مره واحده فقط، خدها خلاص الفريق البرتغالي حتى الفصل في النزاع القائم ما بين اللاعب ونادي الزمالك او الزمالك واللاعب. اتمنى. حلو كده. طيب البطاقه ديت خلاص مع النادي البرتغالي، محمود كهربا نرجع مصر، وكنت الحمد لله من اول الناس اللي انفردت بهذا النزول عن طريق مصادرنا وعرفنا ان هو متواجد في مصر وهيعمل جلسه ويتكلم معاه مسؤولين النادي الاهلي، ولكن الزمالك ليه حاطط في بطه بطيخه الصيفي؟ لان هيجيب بطاقه دوليه ثانيه منين؟ بطاقه مؤقته تطلع له منين؟ ما يقدرش يطلع غير بطاقه وحيده فقط. طبعا عايز اقول لحضراتكم ان هذا الملف يتحمله برضو الوكلاء، وانا ضد الوكلاء، وحتى اخر لحظه اقول ان الوكيل هو عدو اللاعب الاول مش حليفه يا كابتن احمد. الوكيل ليه مصلحته، لان انت حتى واحد من الناس تضررت بسبب موضوع وكلاء اللاعبين ما بيننا، لا انت تستحق مانشستر يونايتد، لا انت عايز كذا. حصل معايا وامثله من عمرو زكي وامثله حصل من معايا الناس. انا اتوقع يعني لي في ثلاث انديه في وقت واحد، فعلا حصلت معايا فعلا. انا بتكلم في وكيل سوري. بس هو الوكيل عايز مصلحته بس، هو اللاعب لازم يكون ادرى اكتر. انا في مكان ده كهربا، انت كنت نجم، انت عملت، انت الزمالك اللي عملك وجمهور الزمالك اللي عملك. انا بديله، اتمنى ان هو يراجع نفسه. كهربا يعني ما اقدرش انكر طبعا ان هو لعيب كويس جدا مفيد، بس انا شايف ان هو لعيب مش افضل من الموجود حاليا. تمام. الاتحاد المصري اعلن ان هناك 5000 مشجع في اللقاء القادم في استاد السلام. شايف ان هم عدد كافي ولا ان اللقاء، انا شايف اللقاء ضعيف جدا، والفرقه جيرانسيون ديت يعني متواضعه، وكل القلق اللي هي عملته دوت عشان خايفه من نادي الزمالك يعني من وجهه نظري. هم اصلا حبوا يعملوا مشكله او يفتعلوا مشكله كده، عايزين ياخدوا المباراه بطريقه ثانيه، ياخدوا ويجروا على طول اللي هو كده يعني. ما لعبناش وخدنا البطوله وكسبنا ومشينا. الزمالك قادر على الصعود طبعا، بس الزمالك ان شاء الله قادر باذن الله يعني يحرز هدفين وثلاثه كمان ان شاء الله، وكل التوفيق لاي فريق مصري ان شاء الله. الزمالك، الاهلي، بيراميدز، مصري، اسماعيلي، كل الفرق، اتمنى ان شاء الله ان الامور تهدى. وانا برضو عايز اوضح بس حاجه سريعا يا كابتن عشان نتفضل. مباراه الاهلي والزمالك في وجوه هي اللي بتخرج المباريات، اتمنى ان دي تتغير، وفي شباب طالع افضل بكتير من الموجود، لان الموجود حاليا بياخد الموضوع من ناحيه انتماء لنادي معين بس. تمام. زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه، نتمنى ان شاء الله ان نلتف يعني اشجع فرقتك زي ما انت عايز، ولكن بدون خروج على النص. الانتماءات ديت حاجه في نفس يعقوب، من كل بني ادم من حقه ان هو يشجع لون الفريق اللي هو عايزه
ولكن بدون التطاول، بدون الخروج عن النص، بدون السباب والمشاكل الجانبيه اللي ملهاش اي لازمه، واتخرجنا بره الاطار. النادي الاهلي فريق عظيم، نادي الزمالك فريق عظيم، وكل الفرق تستحق كل الخير. نتمنى كل التوفيق ولقاء قمه يليق بحجم الفريقين ان شاء الله. باذن الله هنكون عامل بوستات، وهيكون في مسابقه عندي على صفحتي الاعلام اسلام علوي، لو كانت نزلت قدام حضراتكم على الفيسبوك صفحتي بالعربي الاعلام اسلام علوي او اسلام علوي على طول بالعربي، ده البيج. هقول لحضراتكم ان ان شاء الله باذن الله هنعمل مسابقه، واللي هيتوقع فوز اللقاء الاهلي ام الزمالك، اللي هيفوز سواء اذا كان اهلاوي او زملكاوي هيتم تكريمه، وان شاء الله يكون في اتصال معاه. كابتن احمد ابراهيم نورتني وشرفتني، وكانت حلقه ممتعه كالعاده. الشرف لك يا كابتن اسلام، ودايما منور متالق. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، اتمنى ان احنا نكون خفاف عليكم النهارده، وان الحلقه تكون اتت بكل المعلومات اللي حضراتكم تتمنوها. اكيد الوقت لا يسيع يعني بشكل كبير، ولكن نحاول بكل جهد ان احنا نقدم لحضراتكم وجبات رياضيه دسمه على بقدر المستطاع. الف شكر طبعا لكل فريق الاعداد والمصورين والاخراج، وعوده بشو يسري رئيس تحرير بعد غياب من برنامج زملكاوي، ثم تكمله ان شاء الله مستمر معانا باذن الله. كل شكر لمحمد عزت المخرج والكل القائمين على البرنامج. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.